شوف ما دام انت موجود لازم يدخلون الاغنيه فيها الاسماء. الله يعطيكم العافيه، مشكورين مشكورين. لازم شغلهم لحسابك. مو مجنون لا، ها شيء معروف خالد. أي؟ يعني مثل ما قلت لك المره اللي فاتت ما شاء الله تبارك الله السمر كل شيء عليهم. البيض يمكن اغنيه واحده بس، يعني بس والله واحده بس غيره ماكو بعد. كابتن انت ما اقدر عليك انا. ان وجد البحر وحمايته يوجد سيد وليد الفاضل، مساك الله بالخير. يا هلا، شلونك؟ الله يسلمك. اول شيء عساك على القوه. مشكور، تسلم. وكل اللي شغالين معاك حبيبي في هذا المشروع، صراحه المشروع الوطني لحمايه البيئه البحريه الكويتيه. طبعا هذا المشروع من احد الرعاة طبعا بنك الكويت الوطني، وجه لهم تحيه كبيره وكل الجهات اللي قاعده تدعمكم. اخوي وليد، احنا خلينا نتكلم بدايه المشروع حق الناس اللي ما تعرفه، شنو المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشكورين على الضيافه. البحر يعني يبي له شغل وايد. احنا كنا نغوص من 86 وتجمعنا ككويتيين ناسس تجمع لنا يهتم في انقاذ وحمايه البيئه البحريه. ويمكن احلى وصف واحد وصفنا من الكتاب بالجرايد قال فريق الغوص كناسين البحر. فاحنا شغالين نكنس البحر وهذا عشقنا، واحنا نتمنى يا رب ان يكون بحرنا يعني نسلمه حق اجيال جايه البحر نظيف. حطيتوا انتم بساع فيلم من الغرائب اللي لقيناها في كبر، دوانيه 4 متر ب 4 متر هذه اللي تطفح قاعده على المرجان. والمرجان طبعا اصل وجوده مع اشعه الشمس. صح. فاذا برك اي شيء على المرجان المرجان يموت. والمرجان ربع الكائنات اللي في العالم ساكنه بالمرجان. في العالم 650 نوع وبالكويت عندنا 40 نوع. وال40 نوع الموجوده بالكويت سجلت عالميا بانها نادره، لان جونا بالشتاء برد موت وبالصيف حر موت. صح. والمرجان ما يبي كذي، يبي درجه حراره معتدله. فهذا المشروع طبعا الوطني لحمايه البيئه البحريه مشروع عود ومتشعب، منها حمايه الشعاب المرجانيه ورفع الشباك الصيد، منها المرابط البحريه بدل واحد يقط السن والبوره يكسر المرجان، ومنها طبعا حمايه البيئه الساحليه مثل حملات التنظيف، مثل اليوم عندنا مدارس ودار التربيه ما شاء الله كل ثلاثاء يجونا في مخا شميمري بالتعاون مع عده جهات منها الهيئه العامه للشباب والرياضه والهيئه العامه للبيئه ووزاره الشؤون، ناخذ مخا شميمري كله نسوي لهم برزنتيشن عن البيئه وبعدها ينزلوا معانا ساحل. حلو. صار لنا تقريبا 10 سنوات في البرنامج ما شاء الله. حاله البحر استاذ وليد، حالة البحر اليوم بالكويت ما بيقارنها أول يعني عن صحتها، صحة البحر. البحر حالة البحر يعني أنت مثل ما تفضلت حين ذكرت المرجان والتدمير اللي قاعد يصير فيه الشباك والأمور هذه كلها، لكن كحالة للبحر شلون تشوفها؟ شوف يعني حالة البحر مثل أي شيء بنتائجه. نعم. لسبتها اليوم مثل أول؟ لا. معناتها حالة البحر مو زينة. أي مو ما أقصد عن التلوث ما تلوث. نعم. عموما في تعديات على البحر. احنا كفريق قوس متطوعين نشيل اطنان كل اسبوع من البلاستيك، والبلاستيك الله يكفينا شر وياكم وسرطن. واحنا اصلا نشرب ماي بحر، لا عندنا لا نهر ولا بير ولا جليب، احنا نشرب ماي بحر. فالاطنان نشيل مخلفات بلاستيك، اضافه الى التعديات على مواقع الشعاب المرجانيه، تعديات على الصيد الجائر. شغالين كراف يلا اخي الكويت، شفت شلون؟ اي فاتي احنا 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 تقريبا بالاسبوع نشيل ثلاث اربع شباك صيد مهمله. تدري ان مثلا بالجون ممنوع رمي الشباك، فاللي يقطون شبك اذا شافوا دوريه السواحل جايه ولا الثروه قص الشباك ونحاشوا. هالشباك عاده احنا بالتعاون مع الاخوان في خبر السواحل والثروه السمكيه نشيل الشبك. فهذه التعديات طبعا اني يلقى الشبك متروس ميد، متروس سمك، طبعا كله نافق. وهذا اكيد يسبب دمار للبيئه البحريه. يعني انا قاعد اشوف الحين كل الفيديوهات اللي قاعد يحطونها الجماعه، يعني قبل شوي سلاحف النقعه وقفت فيها طلعتها وبلاوي الشباك الموجوده الحين، كيف الصوره اللي قاعد اشوفها الحين معي على هذه الشباك اللي قاعد تطلع، يعني قاعد نتكلم احنا اطنان قاعد تسحبون. هذه يعني شوف هذه واحده من السلاحف اللي انقذناها، طبعا احنا اهم ننقذ الكائنات البحريه. واستغربنا انه يوم انقذنا السلاحف كل الوكالات الدوليه قطتنا، يعني اشهر الوكالات يقولون ان الشعب اللي يحترم الحيوان اكيد يحترم الانسان. فتاثروا وايد في عمليه انقاذ السلاحف، واستغربنا ان انقاذنا السلاحف او الكائنات البحريه
حققنا وايد تكريم دولي. يعني شوف لان هم عندهم هذا الامر ترى وايد وايد مهم. ففريق غوص كويتي يعني صراحه يسعى. والوضع بالكويت هل صار في ريكوجنيشن؟ هل صار في يعني تكريم؟ هل صار في اعتراف باللي قاعد تسوونه؟ هل صار في تقدير؟ لا يعني اللهم لك الحمد. يعني احنا شوف استمرارنا يعني صدقنا يعني احنا الحمد لله يعني طاقتنا منا وفينا واحنا عاشقين الشيء بس لاقين التقدير من كل مكان الحمد لله. دعم من صاحب السمو الامير جزاه الله خير، من سمو ولي العهد، من تقريبا يعني اكثر من 13 جهه حكوميه حلو. يشتغلون معانا اللي لهم علاقه في البحر. فالحمد لله التقدير موجود واحنا طبقنا المثل اللي يقول من تشره تكره. احنا بدال لا نقعد بالديوانيه ونسب ديرتنا ونقول ليش ما ليش، قمنا فسرنا عن شمومنا ورحنا وقصنا واخترنا اصعب واخطر انواع التطوع. تدري القوص صعب مو سهل. القوص الاول ما يواطنونه هلا ترى احنا عبالنا الاول هلا تبون القوص راح يقصون عليه ما نخلق شو ننزلهم اي فاحنا نقوص اماكن رؤيه معدومه. يعني تشوف ربعنا نعطيهم دورات في ايطاليا في قوص الكهوف صح. لان احنا نقوص مرات حطامات ندش داخل صح. مثلا نشيل سفينه نعطيهم دورات في الايس دايف ايام لشت الموت اللي متمكنين النايت دايف قوس الليلي عرفت قوس التيارات شو اسمه. فاحنا لازم ندرب ربعنا تدريب قوي حتى نواجه واحنا صراحه نقوص في اماكن الرؤيه معدومه والتواصل صعب. والحقيقه يعني يا ربي لك الحمد ان المثل يقول من خاف سلم. خذينا الاحتياطات والحمد لله حققنا النجاح. الحمد لله الحمد لله. هذه الديوانيه اللي طلعتوها صح؟ هذه الديوانيه بقاره ومع الاسف انا اتمنى صاحبها بس يشوفها عشان مره ثانيه لا يعودها يعني. هذا يعني هذا اللي قاعد نشوفه ننقذ الكائنات ما راح يصير يعني حرام. يعني مثل ما تفضلت كفريق قوس يعني لما يكون هناك دعم من 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 واحد من اكبر بنوكنا في الكويت اكيد يعني لكم شان وشان جدا كبير. ومتى تكون فريق القوس؟ عددكم ايش كثر؟ ومثل ما تفضلت كداعمين لكم جهات كثيره وعلى راسهم حضره صاحب السمو والمؤسسات المحليه. فانتم شلون يعني مثل ما قلت تعطون دورات شلون تقدرون تغطون ايضا تكاليفكم؟ احنا شوف بدينا من 1986 واشتغلنا شغل خفيف بس بعد التحرير نعم كل من هب لي اعاده اعمار الكويت صح. فعلى غرار فريق الاطفاء الكويتي بالضبط اسسنا فريق القوص الكويتي. ترى تعشيت عندكم انا مره خير؟ تعشيت عندكم مره يا سالم مارك اي والله تعشيت مره اول ما تاسس ما شاء الله بعد عليك. التحرير ما شاء الله عليك اي عدل. فاحنا بدينا ننتشل الزوارق والسفن وننظف البحر نعم. وبعضنا عنده خبره بالعمليات الحربيه يعني الانضباط بالتجديد اللي كذا بالضبط. فقمنا مخلفات العسكريه وحسينا روحنا لا نقدر نقدم فاستمرينا في العمل وصرنا جمعيه مشهره احنا الحين كفريق قوس كويتي. والحمد لله عملنا استمر في مجال البيئه لقينا تقدير دولي لقينا تقدير محلي لقينا تقدير خليجي. الحقيقه حاليا بالسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الكل قاعد يشيد بأعمالنا وإحنا يمكن الفريق الوحيد اللي بالشرق الأوسط اللي كل عملياته من عقب التحرير لليوم منشورة بكل برامجه لأن الدال على الخير كفاعلة. فإحنا نبي الصراحة وأنا أتوقع إذا ماني غلطان إنه وايد فرق عالمية يعني يعني أسست على غرار فريق الغوص الكويتي لأن الحقيقة إحنا أول ناس اللي حاولنا نقتحم عمليات الغوص لأن عادة القوص كله تجاري نعم. أول مرة يصير قوص تطوعي هذا كله ترفيهي الناس تأخذ قبل ترفيهي غوصون تجاري أو علمي مثلا بالضبط. الحين صار يمكن الحين شغلكم إنه مثل ما قلت لقوا عليكم لقب كناسين البحر او نظفون البحر انت شرف وبالعكس هذا شيء انت قاعد تنظفون ديرتكم ما قاعد تغلطون شيء اي نعم. بس الحين انا السؤال الكبير علامه الاستفهام الكبيره من اللي قاعد يتلف البحر؟ خلينا الحين مدام احنا على الهواء خلينا نقول بالضبط من اللي قاعد يتلف البحر من قاعد يتلف البحر. اذا انت قاعد تقول لي مثلا انا جهات وايد ما شاء الله متعاونه معاكم جهات خاصه وجهات حكوميه ودعم من الدوله ويتم توعيه الناس كثر ما تقدرون زين منو اللي ما زال يكسر القانون؟ من اللي ما زال يتلف البحر؟ شوف اللي قاعد يقط وسخ في البحر ترى نفس اللي يقط بالبر نفس اللي يطوف اشاره المرور نفس اللي يتعدى على الناس ترى يعني معلش من بيته البحر هذا جريمه تعتبر. فاللي يسوي جريمه بده يسويها بكل مكان. يعني احنا مع الاسف يعني نشوف مثلا اخواننا في دول الخليج سواحلهم نظيفه سواحلنا ليش وسخه؟ يعني واحد والله يضيق خلقه صراحه الى يوم قلنا يعني يوم قالوا يوم السبت الجزر وسخه. هذا كلام خالد. الحين هل هناك عقوبات على مثلا خلينا نتكلم عن الساحل الحين بالبدايه وبندش البحر على الساحل، هل هناك عقوبات
على رمي المخلفات وش كثر العقوبه او انتم لكم سلطه على الشغله هذه؟ تشوف كابتن انا ودي اعدل سؤالك. تفضل. السؤال هل اكو قانون؟ اكو قانون يجرم؟ اي نعم اكو قانون. وقانون الحمد لله منشر ومعروف. نعم. السؤال ليش قاعد يقطون؟ اكيد مو قاعد يحاسبون. يعني ماكو في تطبيق للقانون. هذا يعني لو في يقطون العالم يعني تذكرون العالم اللي توقف اماكن المعاقين الحين يوقفون؟ ما حد يوقف حين ما غلظوا لان قاموا لو يصير ضباط قضائيين اكثر وشرطه بيئيه اكثر والسواحل مليون في المئه. انا هني بزعل عليك شويه. بزعل. يلا ازعل راسك. الحين انا لا رحت احدق بالجون حداق خيط وما ما اخذت التصريح بالموقع مال المسح البحري اللي بخمس دنانير يقرموني 5000 دينار وغيرك يقط واللي يقط مثل ما تفضلت الشبك يقط له كوفه ويقط له هذا بالهذا وينحاش ما يقرمونه. ليش ما تسجل؟ نسيت ما اعرف انا ريال كبير ما اعرف السوالف ما اعرف اسجل طرادي صدنا عود ما نعلم خالد عنه ها زين احتحدي قال خيط طرادك 88 قدم ادري بس لا تعلم ليدش الجون اول يخلص باخره يعني ما شاء الله ما شاء الله زين لا يعني هذه الفكره خلص سمج اخوي وليد طبعا في صوره بتنحط الحين براويك اياها اللي هي احنا مستغربين من شغله ان النقعه تحت العيون يعني عند اليال شلون تتوصخ شفت شلون شلون ينزل فيها شلون نقعد شملان نقعد شملان بالاسبوع نطلع تقريبا 9 اطنان او 8 اطنان بالاسبوع من يعني مثل هذه مثل الصوره هذه هذه صدق نقعد في حيل نقعد في حيل شلنا شبك في 11 لوهه اللوهه بعيد اللوهه ما ادري مشاهدين يعرفون اللوهه طير لوهه طير بحري 11 مسكينه مقايسه اللوهه وتضرب الشبك 11 لوهه ميته يعني طبعا انت تقول لوهه اقول لك لا اوقف اللوهه له دور بيئي كل كائن كل الله خلقه له دور بيئي انت حضرتك تقط شبك وش اسمه تقطه بالعلب وخلص منه ما تبي تقطه ليش تعدون على ديرتنا كذي بعرف يعني مثل ما الاخوان يسولفون شوف بالنقعه يعني انت لما تقول لي بالنقعه وقاط شبك ليش قاط شبك بالنقعه؟ هذا هو خلص يقطه ليش؟ وين الرقابه؟ احنا نتكلم عن الرقابه هذا هو منو اللي راقب؟ منو اللي يخالف؟ منو اللي يخالف؟ ما يخالف احنا دائما نقول يا رب كلنا نشتكي لكن لا مو هذا المشكله اذا كل ما نشتكي زين من قاعد يراقب كلمتك في البدايه كلمتك احنا نشرب من البحر هذا يعني والماي شريان الحياه لو ما عندنا بحر شو نشرب احنا؟ فبالتالي انت لما تقول لي بالنقعه ويقط الشبك لا يبا اللي بنقعه كلهم مسؤولين عنه كلهم بدون استثناء يا رب. فبالتالي انا اقول يعني دوركم صدق فاعل لكن ايضا لازم نفعله اكثر بالمحافظه على البيئه. خلينا بعد نحط تعريف صغير شنو مفهوم التلوث؟ هل اللي يصير مثلا المد البحري هم هذا تلوث؟ المد الاحمر؟ المد الاحمر المد الاحمر هل هذا تلوث؟ وإذا كان تلوث هل هو طبيعي أو ما يخالف اللي قصدته خالد أنا التلوث فيه من صنع بني آدم صح فما أدري يعني هذا دوركم أنت وشلون هذا شو نسوي يعني إحنا ودنا يعني إحنا يعني نطلع بكل مكان ونحكي ونقابل مسؤولين نقول لهم يا جماعة هذه الصور اللي تنشر يعني مرات يعني العفو يعني تستحي تحطها الصورة لأن العالم كلهم قاعد يشوفونها صح ما يصدقون إنه نقعد شملان في مدينة الكويت يم مباني حكومية كبيرة وراقية ويكون هالشيء واللي يتعدى يعني منو هذه السؤال واضحين بعد اللي ساكنين بالبقعة شو معقول واحد يجي من برا اللي ساكنين بالبقعة يعني وبعدين شنو كل من قاعد يطالعه نعم يعني لو واحد واقف بس يعني مجاب النقعة أتوقع يخافون منه لو واحد واقف يعني مثلا لأن الأمن العقوب ما حد يحاسبه هذا السؤال احنا هذا اللي بنوصل له انه هذا اللي نتمناه نبي يعني اوكي شو الغلط انه يعطونكم مثلا دور كضبطية ضبط مو شرط بس على الغريب لو شفت شيء تقدر لك انه ياخذون بالملاحظه او بالشيء اللي شفته. احنا ايش سوينا الحين؟ احنا الحين مو قلنا من تشره تكره. احنا الحين انا اقدر اقول طالع وسخه ما وسخه واقعد بالديوانيه واسب الكويت واسب الدنيا. لا احنا ايش سوينا؟ قلنا تعالي خلينا نشتغل. والله كريم شو يمكن الصراحه في اماكن احنا كنا ننظفها وتعبنا ما شاء الله ضبطت. والعالم بدت شو اسمه وانا قاعد اقول انا ما اقول يعني شيء وايد سلبي على الكويت بالعكس الصراحه احنا يعني كفريق ويم البحر وايد قاعد نشوف في تقدم في توعيه بس يظل المجرم موجود الصراحه لازم يعني المفروض انه يكون عقاب اكبر حلو زين الانجازات اللي قاعد تسوونها يعني في ندري احنا من بعد الغزو تقلت بعد الغزو بلشتوا عدل وقاعد نشوف ما شاء الله من وقت لوقت انا قاعد اشوف مثلا والله بالجرايد بالتلفزيون بالسوشيال ميديا غيره وغيره 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 توصلنا اخبار بعد انه والله تم انتشال
شباك بهالكثر طن في المنطقه الفلانيه، مرابط بالمكان الفلاني يمعته والله بلاستيك ما كميته هالكثر، طرات طبعان، اشياء وايده. الحين الشاشه طبعا راح احط لك كم شغله، هذه الجهات طبعا اللي معاكم، الجهات شنو دورها وياكم؟ لما متحده والحقيقه والدعم السخي من الاخوان في بنك الكويت الوطني، وعندنا بروتوكول تعاون مع برنامج البيئه الامم المتحده. نعم. والحقيقه الكل ملتم علينا، وهذا شيء يعني نفتخر فيه. تحتاجون دعم زياده؟ شوف احنا دعمنا، انا اقول لهم دائما حد الكفاف، يعني اللي مشي، بس لو يجينا دعم اكثر ننتج اكثر. انا هاللي قاعد اقول الحين على الهواء، اتمنى اللي كل من له خاطر يدعم، يا ريت يا ريت يدعم فريق الغوصل الكويتي. نعم. بامكانكم تتواصلون معاهم تدعمونهم، لان بالنهايه ما قاعد يخدمونكم انتم ويخدمون البلد. اي نعم. ما قاعد يخدمون بس نفسهم، مو شافت وناسه قاعد يغوصون، اي لا لا حق البلد كخدمه للبلد. اي نعم. زين شنو خطوره؟ انت شرحت لي موضوع الخطوره، تنزلون في اماكن يعني رؤيه معدومه، يمكن واحد ينزل، انا اعرف واحد من الشباب كان غايص يقول الله ستر، يقول ما اشوف، يقول كانت يعني رؤيه شبه معدومه، يقول سبحان الله نازل والله صيخ بكبره بويه كذي تحت الماي. اي توقع كل شيء طبعا، يقول هذا شيء يعني ما كنت متوقعه وشفته. أيه. يقول بعدها تبت ما انزل الا مع ربعي وتكه دربالي يعني. اي هو الحين الشباب هابين هبه، خاصه مثلا الفري دايف وغيره، يغوصون بروحهم، والحقيقه هذا يعني خطر. لا يعني قانون نحن الدولي للغوص لازم واحد، هذا معروف هذا. اي لان الدوخ في شيء ترى مو متريق من الصبح طاب ولا شيء. كم عددكم لما تنزلون؟ يقولون لا تعدهم ينقصون، يقولون مره شغله كذي. لا في ليش عادي؟ ليش انه إيه عادي على 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 جوابك راح يكون في سؤال. زين احنا عددنا تقريبا حروه 30 35 تمام. نعم. بس اللي مسجلين بالمئات، بس ما نقدر نستوعب. هذا سؤالنا الحين، اللي يبي يتطوع يقدر، وين يلقاكم؟ والله يعني اعطيك اياها كاش صعب، ما يقدر يتطوع يعني الا اللي يحن ويلحق، لان ليش اكثر من حنانين ماكو. احنا مشكله، احنا جهه تطوعيه حد قده، يعني طراريدنا كم شيء تقدر بيجي. زين ليش ما تسوونهم ورديات بالنسبه حق العمل العام؟ ايه؟ التنظيف سواحل او مفتوح، لو يوني 100,000 مفتوح، اما عملياتنا الكبرى ما يدش الا المدرب، كرينات قصه. ترى يعني شوف احنا اول امس مطلعين خمس سفن في فحيحيل. نعم. كانت غرقانه وكسرناها، يعني اليات اللي جايه تكسر تقول لك جيش، ما اقدر اجيب متطوعين، هذا يطيح علي ولا يصير في شيء. كم مدرب مهيئ حق الموضوع؟ اي انتم تهيئونهم؟ لا ما يخالف. اي اللي 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 عزموا بيدشوا ويانا، او ندخله يمكن 20 دوره. هذا السؤال يعني. طبعا طبعا. وليش ما تصيروا انتم والله ناس تداوم من الصبح للظهر، ناس من الظهر للمغرب، وناس من المغرب. ممكن اذا صار العدد كبير انتم ترتاحون، بدل ما انت تقوص لك مثل ما هذا الحلم. والله الحلم يا ريت اذا تجينا ميزانيه ونجاب لهم، لان شبابنا الغالبيه العظمى طبعا شو اسمه اصحاب وظائف، فاحنا نشتغل الحين اشوى بداوا يكبرون، قاموا يتقاعدون، قاموا يجون وياي متقاعدين الشباب. ايه؟ قاعدون صغار اللي تقاعدين تمام يعني. وناسه كل واحد حق ربع تقاعد وتقاعد. لي مسج خالد يقول لي انا بروح بس سئل انت. يا سعد هو قال لي تقاعد ولا بعد؟ دخل طراده وياك تقاعد طراد. اي بس اي يا هلا مرحبا تقاعد مبكر. انت بعد الجامعه عندك طراد جزاك الله خير، تطوع ويانا عطني اياه حق شغل البيئه. بس هذا 88 قدم ركب شيل خيوطك من الطراد طبعا، خاف تشري فيني المياتير. عود تروحون فيه في انتركم، تخيل ورا لقدام حاط انتركم عشان يكلم قدام. عود اللي بالتفر ما يشوف العود اللي حق الجزر، حق الجزر حق الضربات. ايه؟ حق الضربات ناخذه. ايه؟ اقول لك داش تحت جسر جابر ولا طي ولا ولا لا لحم يمكن الحاش لا ما يطوف يعني. شوف اقول لك لا صرت تفر تنادي اللي بالصدر ما يسمعك، دق عليه تليفون شنك انت مصدقني. عسى الله يا رب طول عمرك، عسى الله يزيد ان شاء الله طول عمرك. جزاك الله خير. اخر يمكن اخر بس محورين بشكل سريع، عندنا دقيقتين بس. تسلم. ابي موقف حلو شفته زين بشغلكم، وموقف يضيق الخلق، خلي الناس شوي تعرف شنو حجم الشغله اللي تعور، يعني لما تشوف انت شيء شفته عور قلبك، انت شلون صار كذي عندنا؟ والله شوف يعني اللي يستحضرني الموقف الحلو اندفاع الاخوان في وزاره التربيه اللي مشاركه المدارس معانا في التنظيف. حلو. الصراحه دور يعني، وهذا شيء يعني نفتخر فيه. الشيء اللي مو زين طبعا اللي قاعد نشوفه يوميا، لان احنا قاعد نشيل مخلفات، بس من الطرائف اللي مرت علي استغربت منها، سنه 96 انقذنا سلاح في شعيبه، داشه في باي بطوله 700 متر وداشه في حوض كله كلور مساحته 2000 متر، فقالوا لنا تعالوا انقذوهم، فطبينا طبعا في كلور وخطر، انقذنا السلاحف.
الشباب الصغار اللي معانا بالفريق اللي طقتهم يعني من بالعشرين ونازل من طقتنا من طقتنا أدري فيك أدري كانوا وايد مندفعين لأن شنو جيلهم جيل هذا البرامج مالت السلاح السلاحف اللي سلاحف النينجا سلاحف النينجا كلهم يرجعون قاعد يطالعون السلحفات كذي مستغربين يعني قاعد أقول إيش فيهم أثارهم متأثرين وايد في الجسم فهذا طبعا هذا عملنا وإحنا إحنا يعني دائما بتفاؤل ودائما الأشياء اللي ضيق لنا قلبها إلى عمل طيب والحمد لله الله يعطينا الصحة والعافية وياكم نخدم ديرتنا ونستمر في هذا العمل الوطني الله يسلمك أول شيء بوجه قبل أن نختم بوجه شكر لبنك الكويت الوطني على رعايته لهذا المشروع مشروع الوطني لحماية البيئة البحرية الكويتية ونتمنى أن مثل ما قام بنك الكويت الوطني بالجهات الثانية عندكم مسؤولية اجتماعية ترى مو غلط جزء مسؤوليتكم الاجتماعية تدعمون هذا المشروع الكبير ونتمنى يكبر المشروع هذا بشكل أكبر لوجستيا ينزاد له قوارب ينزاد له معدات بحيث أنه سهلون عمليتهم تنظف تنظف البلد شوي ننظف البحر اللي قاعد نشوفه البحر هذا كله يختفي اخوي وليد عساك على القوه مشكورين بلغ سلامنا للجميع عندكم الشكر كله حقيقه وان شاء الله الشكر وان شاء الله جهودكم يعني واضحه ان شاء الله تسلمون. اذا كان هناك من كلمه اخيره تحب ايضا توجهها حق اخواننا المشاهدين والله اول مشكورين انتم واتمنى تصيرون غواصين معنا انتم منو انتم ندربكم جاهزين انا خشبي كله بسكر يغوص بالراس بطل لك البطل بطل الماي اقول لك يغوص بالراس فنطاس يطلع وما شاء الله بس هذا سلمك. هذا اللي نبيه اي بس ها موجود عندك فاتمنى يا رب ان شاء الله يعني يعني الله يوفق الجميع امين واتمنى ان شاء الله بيئتنا تكون سليمه وبحر يرد نظيف ونسبتها ترد مثل ما كانت يا رب وانه يصير اهتمام اكثر في البيئه البحريه ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا خلكم معنا بعد الفاصل راح يكون معنا دكتور مبارك سيد استشاري تقويم اسنان والفكين عندنا سالفه حلوه بعد الفاصل خلكم ويانا يعني.